لعب بالإعلام كما لعب بكل الثورة، كما لعب بالفصائل، كما لعب بالمنظمات الإنسانية، كما لعب بالحكومة، كما لعب بالمعارضة، كما لعب بالإعلام نفس الشيء. جيت عشان كان وضع تعبان جدا. نحن المشكلة كانت تبعيتنا المال، المال غير المسيس، المال غير الموجه، المال غير تابع لأي مخلوق خين كان. يعني أنا ما حدا بيرفع سماع بيقول لي في فلان عمل هالقصة شو رأيك تهتم؟ أنا هاي الكلمة ممكن أدفع عليها تمام. تصور نحن لحد الآن رافضين على قناة اليوتيوب تبع شام كل أمة الله بتعرفها، نحن لحد الآن رافضين إنه يحطوا فيها إعلانات. معنا جوجل حكيت معنا أكثر من 5 مرات، آخر مرة من قبل الأسبوع الماضي، إنه تعالوا حطوا إعلانات ونقولكم نسبة أعلى من غيركم. نحن رافضين فكرة كرمال إنه وقت تطلع صورة شيء يمكن يطلع إعلان مشوه بالنسبة لصورتنا. إجا شخص قال نحن مستعدين نعملكم كل شهر 30 إلى 40 ألف دولار مصاريف شام. يعني عرفت شيء مو شام، هلا شام المستقبلية تبعنا. تصور انه وصلنا لمراحل متقدمة من العقد، بعدين اخر لحظة وقفنا انه ممكن انا شخص يطلب مني لشركة تابعة لفلان انا انحسب على فلان، لا ما بدي هيك. في مشكلة دائما هون. هتقول انت انه سبب استمرار شام هذا هو حامل دم. انا اقول احنا عندنا 27 شاب استشهد من شام، عندنا تقريبا في 70 معتقل نحن حاملينهم. يوم انهارت شام مرقت عليها فترة 6 أشهر نحن ما قبضنا قرش. فلذا نحن منجهز التقرير بشكل عام يغطي الاحتياجات لأي صحيفة أخرى، ولكن الأهم يتطبق مع صورتنا. الإعلام هو مشروع خاسر لكسب العقول وليس لكسب الجيوب. الإعلان هو مشروع رابح لكسر الجيوب وتمييه العقول. هي رؤيتي الشخصية. الإعلام الجديد هو إعلام حر، ولكن فيه مشكلة وحيدة. نحن لا نطالب بالرقابة من جهة ما، ولكن المشكلة الأساسية هي عدم إتقان مفهوم حدود الحرية.